السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي الحلوين، أهلا بكم مع الجزء السابع من Discover Grade 1 with you my Rafid Science Teacher. النهاردة هناخد آخر جزء عندنا في Chapter 2 How the Sun Moves in the Sky. يا ترى الشمس بتتحرك إزاي في السماء؟ طبعا أولاد، هو الحقيقة العلمية إن السن دي ثابتة، الشمس ثابتة، don't move، ما بتتحركش. هو اللي بيتحرك هي الأرث. الأرث revolve around the sun. الأرض بولاد هي اللي بتتحرك حوالين الشمس every 365 and a quarter day. الشمس بتلف حوالين الأرض مرة كل 365 يوم، اللي هي ربع يوم اللي هم السنة. دورانها حول الأرض هو ده اللي بيعمل الفور سيزون. لكن دوران الأرض حول محورها around its axis ده بيبقى every 24 hours، كل 24 ساعة. ده اللي بيخلي فيه عندي إيه؟ sequence day and night، تعاقب الليل والنهار. فعندنا هنا how the sun move in the sky، يعني الوقت إحنا بنتكلم عن الحركة اللي إحنا بنشوفها مش الحقيقة يعني. طبعاً sunrise الشمس تشرق from the east، فعلا الشمس تشرق من الشرق، يبقى the sunrise from the east. طيب بنبص كده بعد مثلا على الساعة 12 نبص نلاقي ان السن بقت في ايه؟ في الميدل of the sky، في منتصف السماء. على ساعة 5 PM مثلا تبص تلاقي السن sits، يعني بتغرب in the west من الغرب. وبأكد عليك إن الأرث هي اللي موف والصن في الحقيقة في الريال هي اللي بتتحرك، الأرث هي اللي بتتحرك والصن ثابتة. بكده أولاد أنا أكون خلصت chapter 2 وهخش معاك في chapter 3. chapter 3 buying, selling and saving goods، يعني شراء وبيع والحفاظ على المنتجات. هناخد personal hygiene، أدوات العناية الشخصية. How we must keep ourselves healthy and clean، إزاي نحافظ على نفسنا دايماً صحيين ونضاف. هستخدم بعض الأدوات by using brushing teeth، brushing teeth يعني فرشاة الأسنان، brushing hair فرشاة الشعر، washing hair غسل الهير طبعاً by shampoo، washing hands أغسل إيديا، يبقى دي طرق العناية بنظافة جسمنا. وطول ما احنا هنحافظ على نفسنا كلين keep safe، احنا هنكون healthy صحيين وجسمنا صحي، وهنبعد طبعا عن الأمراض لأن الجراثيم بتبقى متراكمة على الجلد وبتروح مع الغسيل والنظافة والعناية الشخصية. بعد كده أولاد هنتنقل للبيتش اللي بعدها. طبعا هنا سيبالك أماكن أنت بتنزل بيها بالبراش تيس وبراشينج هير، براشينج اللي بستخدم فرشاة، ما بقولش ووش، بقول براشينج اللي بستخدم فرشاة، ووشينج هير هنا غسيل الشعر، ووشينج هانس غسيل الإيدين. بعد كده هنبدأ نشوف بقى How we stay healthy، ازاي نفضل بصحة. طبعا احنا هناخد واحنا في جريد 1 يا مجرد بس ان احنا نحافظ على صحتنا باستخدام الفودز، لكن بعد كده في جريد 2 وفي جريد 3 الموضوع هيكبر معاك اكتر. بالنسبة للهيلثي فود، الطعام الصحي، لازم اي وجبة صحية تاخدها في اليوم بتشتمل على فيجيتابلز، فروتس، بروتين وجرين. فيجيتابلز اللي هي الخضروات، فروتس فواكه، بروتين بروتينات زي التشيكن والفش والميت، كمان جرين أكلك يحتوي على حبوب، على حبوب زي الكورن زي الويت، ممكن سام ناتس بعد المكسرات. unhealthy food طبعا غذاء يليت نبعد عنه خالص، زي الكاندي الحلوى
صودا، اي مياه غازيه بقى، بيضه، صفراء، حمراء، مش مهم اللون، المهم انها مياه صودا. صودا مياه غازيه. والفاست فود، ان انت تاكل افري داي جانك فود، طعام غير صحي، او ايه فاست فود اللي هو بقى كاتشب وبقى ومايونيز وسندوتشات البرجر من بره وكل الكلام ده، اه جميل، طعمه جميل، ولكن اكله باستمرار هيخليني انهيلثي بودي، جسمي غير صحي. طبعا تحت انا مديك كلمه هيلثي فود، يا ريت برضو تحفظها، وان هيلثي فود، وتبقى عارف اكزامبل للهيلثي واكزامبل للان هيلثي، وطبعا لابد انك تحافظ على صحه جسمك. بعد كده هنعمل جوينج شوبينج، هنذهب للتسوق. طبعا زي ما انا قلت لك قبل كده في فيديو سابق ان الكل جودز لها بليس بتتشرى منه. اي وانت تو باي، لو انا حبيت اشتري توث براش، توث بيست، كان بروح للفارماسي اشتريها منها. توث براش، فرشاه اسنان، توث بيست، معجون الاسنان، والمشط بشتريهم من فروم فارماسي. يبقى هنا توث براش، فارماسي، بشتريهم منين؟ بشتريهم من الفارماسي، فارماسي الصيدليه. عندك هنا تي شيرت ودريس، بشتريهم منين؟ كلاس شوب، من محل الملابس. كيك وبريد، تمام، دول عجائن، بشتريهم من الباكري، باكري ستور. كمان عايز اشتري بوك، هشتريها من بوك ستور. يبقى عندي هنا لكل جودز لها ايه؟ لها وير كان اي باي، مكان انا اقدر اشتريها منه. طبعا هاخد استخدمت وير لان انا بسأل عن المكان او هتكلم عن المكان. بعد كده نتنقل للجزء اللي بعد كده، سين فور، وده هنتكلم فيه عن كوميونيكيشن، التواصل، وده ان شاء الله هنشوفه في فيديو لاحق باذن الله. اتمنى لكم التوفيق. وزيوم سمر وفيت ساينس تيتشر، ثانك يو اند جود باي.